في إطار طبعا ما يسمى بالقضايا الحقوقية المتعلقة بشريحة الحراثيين هنا داخل البلد. موضوعنا الليلة وموضوع الحلقة الليلة تحت عنوان العبودية في موريتانيا بين المناضلين والمتاجرين، ونحاول أن نقف على عدة محاور في هذه الحلقة بحول الله تتعلق بواقع العبودية وبالمستوى مستوى التعاطي مع النضال لهذه القضية داخل البلد. ونستضيف للحديث عن هذا الموضوع الضيف العزيز الدكتور سعد والوليد القيادي بحركة إيرا. نرحب بداية بك دكتور معنا. أهلا وسهلا. إذا دعنا نبدأ من حيث توقفت عجلة الزمن تحديدا، ونتعرف على حقيقة ما يعني يشاع اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي وتتناوله عديد التدوينات من مغادرتكم لحركة إيرا. ما حقيقة هذه الإشاعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادي ذي بدء، انطلاقا من قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عهدوا، وقوله تعالى: إن العهد كان مسؤولا، وانطلاقا من العهد ومن الوفاء بالعهد، وجهوا ومن هذا المنبر ومن قناتكم المحترمة تحية تقدير واحترام لرفيقي في السجن، المفكر والأستاذ والمناضل الكبير الرئيس إبراهيم والبلال والرمضان، والرئيس برام والداه والعبي. وفي نفس الإطار وردا على تساؤلاتكم واستفساراتكم أقول وبصوتي الواثق من نفسه بأنني لازلت أعتبر نفسي في مقدمة الحراك الانعتاقي التحرري في إيرا وفي الحر وفي كل الحركات الحرطانية التي تنشد الحرية والانعتاق. نعم، كيف تجمعون بين، يعني أنا أسأل عن العضوية، أنتم كنتم يعني قيادي بحركة إيرا، كيف تجمعون بين القيادة بحركة إيرا والانتماء لحركة الحر كمؤمن ومقتنع بمشروعها النظامي؟ شكرا. نحن في فكر السياسي الانعتاقي نقول الحركة الانعتاقية، وحينما نتكلم عن الحركة الانعتاقية فنحن نتكلم عن جميع الحركات التي أنتجتها مآسي ومظالم أبناء العبيد والعبيد وكافة الحركات المهمشة والمحرومة، أي أن تكون سواء كانت معلمين أو أزناق أو إيقاون ولاحقا إن شاء الله العرب. ومن هذا المنبر أنا وبكل فخر أعتبر نفسي ابنا أصيلا لحركة تحرير وانعتاق الحراطين اللي هي حركة الحر، كما أعتبر نفسي مدافعا وفي الخطوط الأمامية وبرأس مرفوع وكواثق من نفسي في الخطوط الأمامية لحركة إيرا الانعتاقية التي هي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية. ومن هذا المنبر فأنا أعتبر أن الحراك الانعتاقي التحرري أيا يكن حركة الحر أو مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية إيرا فهو جزء وحدة متكاملة لا تتجزأ، وهدفها وغايتها هي الحرية والانعتاق لكافة أبناء شعبنا الذين يعانون الحرمان والتهميش والغبن والاستعباد في وطني. إذا أنتم تنفون بشكل قاطع ما تم تداوله من تدوينات عبر الفيسبوك وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حول مغادرتكم لمكانكم في حركة مبادرة انبعاث انعتاق الحركة المسمى بإيرا.
غادرتموها يعني حسب التدوينات وما ينشر في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي. جيد. انتم اليوم تنفون نفيا باتا مغادرتكم لحركة إيران. جيد. شوف لو نتكلم هون معاك بالحسن، شفت انا ظاهر لي على اني ماني بذاك من الخفة اللي نقد نمرق من إيران ما نعلم بها، هي اللي نكتب وكيف قال حد فايت لساني طويل ويدي طويلة وكراعي طويل وذني، وبالتالي ظاهر لي على اني ملي كامل الإرادة والأهلية وحراكي لين يعود مات ليوافق مزاجي، والله ينحرف والله نشوف فيه انحرافات ندور نقولها، ولين ملي يومي مات ليت في إيراء لا نقولها. ظاهر لي ان هذا هو اللي عبر عنه الرئيس برام للداه العبيد في بيانه اللي مشى من داخل السجن اللجنة الإعلامية، عبر هو بإرادته المطلقة كرئيس لحركة إيران أني أنا وحدي من يقرر الانسحاب من إيران أو البقاء في إيران. كذلك أيضا في خضم هذه الشائعات وفي خضم هذه التجاذبات عبر الرئيس المفكر إبراهيم البلال ولا رمضان أيضا في بيان وقعه باسمه ومن داخل زنزانته عن نفس الموقف. أنا أيضا عبرت عن موقفي الأخلاقي والمبدئي تجاه رفاقي في السجن ورفاقي في المرحلة ورفاقي في الكفاح المستمر. صمت قاعد معناها أني يموتون خلط عليها كاملة وفي صدري ومعها القرآن ومعها قدر من الحديث، زدت أنا عليها بشيء ثاني. خلاصته نحن في موريتانيا بحاجة إلى تنقية مناهجنا الدينية من الشوائب ومن الدرن ومن الغلو ومن التطرف ومن الاجتهادات البشرية المتأخرة على العصور المزكات، واللي هي سبب كثير من البلاء اللي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم وتعيشه الأمة الخالية. جميل. جميل. نشرتم مؤخرا مقال تحت عنوان سنوات الجمر، تحدثتم فيه عن أن الحركة تكاد يتم اختطافها من قبل الزنوج. قلتم بأن نضال الحركة بات يتاجر به في الخارج من قبل زنوج، وبأن هذا نوع من إعادة الاستعباد لشريحة الحلاطين عن طريق الزنوج. ما حقيقة ذلك؟ شوف ما هي دلتكم؟ هذا يكون الموضوع المهم واللي هذا كله يتعلق بالموريتاني، لأن كل واحد يسمونك عنده هو اللي يعود يصنف لك. أنا ظهرك قلت له نحن نضع حركة إيران في الميزان، بالتالي نتحدث عن جميع ما يتعلق. شفت أنا كتبت مقال تحت عنوان الإرث الإنساني والدم المتغرق. الإرث الإنساني يقولوها الموريتاني للسنوات 91 و 92 اللي كتلوا فيهم شي من الضباط والضباط الساميين من أبناء قومية الفلان التي أعلن من هذا المنبر بأنني أجلها وأقدرها وأحترمها وأعتبرها شريك كامل الشراكة معنا في الوطن في ماضينا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا. هؤلاء الضباط تم قتلهم خارج القانون. أنا قبل إيران وبسنين قبل أن تولد إيران كنت جزء من حل هذه المشكلة، لأن أنا نعتبر نفسي ملك للشعب الموريتاني وانطاقاتي وأفكاري أنها ذروة وطنية للشعب الموريتاني. بالتالي طلبت مني في حينها رئاسة الجمهورية مع مجموعة من المفكرين منهم المرحوم محمد سعيد الهمودي، منهم الشيخ سعد بو كامرة، منهم الأستاذ سيد محمد محم رئيس الحزب الحاكم حاليا، منهم جلو ممد وباتشا وزير الدفاع الحالي، منهم السلامة والعبد الله النائب السابق، منهم الخبير أحمد سيدي بابل، منهم رئيس فناد حالا، ومنهم رئيس منظمة كوفير حالا، ومنهم قدر من قيادات الزنوج على أن نشوفوا كيف نقدر نحلوا بهذا الملف، لأن الإرادة السياسية في ذاك الوقت قررت أن هذا الملف ينطوى وأنه أهله يا الله ينتصروا. وبهذا المنبر نأكد لك أيضا أعلني مع جميع القضايا العادلة ومع إنصاف جميع المظلومين في موريتانيا بغض النظر عن لونهم والله عرقهم وجنسهم، وفي أولهم
الناس اللي تعرضت لإعدامات خارج القانون. وبالتالي قعدنا على هذا الملف سنة 2007 وعدلناه وقدمناه شور أيام تشاورية، وهم يصنتوا لي حالا وأحياء وقدوا يحكموا إذا كان لقيت حق والله كذب، وعدلنا أيام تشاورية وفضلوا الفرقاء أو من يمثل الفرقاء وحركاتهم في الداخل والخارج الصفح والعفو. وإحنا عندنا في القانون وعندنا أفضل في الشريعة الإسلامية العفو فوق والصلح إنه فوق الأحكام. إذا إحنا بضنا ملف واجتهدنا فيه واجتهدنا بحضرة أصحاب الدم وبحضرة منظماتهم اللي تمثلهم في الداخل وفي الخارج وبحضرة فاعلينهم السياسيين وبحضرة بلاس كان ذاك الوقت يترأس شينجالو لزوبراتير ايكونوميك نيجرو افريكان، كان يترأس رابطة الفاعلين الاقتصاديين بلاس هذا اللي صمد، وبحضرة النشطاء بحضرة ذيك الساعة محمد الأمين والدادة كان ذيك الساعة ناشط في لاسير، وبحضرة السفراء الغربيين مجد وبحضرة ممثلين المجتمع الدولي اللي هي لاسير اللي هي هيئة اللاجئين الدوليين، وقعدنا وعدلنا الملف اجتهدنا عليه وعطينا عليه 4 أشهر نعدلوه في وزارة الداخلية ومرقناه للعلن وعطينا عليه 4 أيام من التشاور حد خشيت مدرسة. أنا خشيت مدرسة متقاعس معناها أني للموتون خلطت عليها كاملة وفي صدري ومعاها القرآن ومعاها قدر من الحديث وزدت أنا عليها بشيء ثاني. خلاصته نحن في موريتانيا بحاجة إلى تنقية مناهجنا الدينية من الشوائب ومن الدرن ومن الغلو ومن التطرف ومن الاجتهادات البشرية المتأخرة على العصور المزكات واللي هي سبب كثير من البلاء اللي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم تعيشه مؤخرا. جميل. جميل. نشرتم مؤخرا مقال تحت عنوان سنوات الجمر. تحدثتم فيه عن أن الحركة تكاد يتم اختطافها من قبل الزنوج. قلتم بأن نضال الحركة بات يتاجر به في الخارج من قبل الزنوج. وبأن هذا نوع من إعادة الاستعباد لشريحة الحلاطين عن طريق الزنوج. ما حقيقة ذلك؟ شوف ما هي دلتكم؟ هذا هو الموضوع المهم واللي هذا الموريتاني كله يتعلق بحركة الموريتاني اللي واحد يسمونك عنده وهو هو اللي يعود يصنف لك. أنا أظهرك قلت له إنه نحن نضع حركة إيران في الميزان بالتالي نتحدث عن جميع ما يتعلق. شفت أنا كتبت مقال تحت عنوان الإرث الإنساني والدم المتغرب. الإرث الإنساني
يقولوها الموريتاني بالسنوات 91 92 اللي انكتلوا فيهم شي من الضباط والضباط الساميين من ابناء قوميه الفلان التي اعلن من هذا المنبر بانني اجلها واقدرها واحترمها واعتبرها شريك كامل الشراكه معنا في الوطن في ماضينا وفي حاضرنا وفي مستقبلنا. هؤلاء الضباط تم قتلهم خارج القانون. انا قبل ايران وبسنين قبل ان تولد ايران كنت جزء من حل هذه المشكله. لان انا نعتبر نفسي ملك للشعب الموريتاني وطاقاتي وافكاري انها ذروه وطنيه للشعب الموريتاني. بالتالي طلبت مني في حينها رئاسه الجمهوريه مع مجموعه من المفكرين منهم المرحوم محمد سعيد الهمودي منهم الشيخ سعد بو كامرة منهم الاستاذ سيد محمد محم رئيس الحزب الحاكم حاليا منهم جلو ممد وباتا وزير الدفاع الحالي منهم السلام والعبد الله النائب السابق منهم الخبير احمد سيدي بابل منهم رئيس فناد حالا ومنهم رئيس منظمه كوفير حالا ومنهم قدر من قيادات الزنوج على ان نشوفوا كيف نقدروا نحلوا بهذا الملف لان الاراده السياسيه في ذاك الوقت قررت ان هذا الملف ينطوى وانه اهله يلا ينتصروا وبهذا المنبر ناكد لك ايضا اعلني مع جميع القضايا العادله ومع انصاف جميع المظلومين في موريتانيا بغض النظر عن لونهم والله عرقهم وجنسهم وفي اولهم الناس اللي تعرضت لاعدامات خارج القانون وبالتالي قعدنا على هذا الملف سنه 2007 وعدلناه وقدمناه شهر ايام تشاوريه وهم يصنتوا لي حالا واحياء وبده يحكموا اذا كان لقيت حق والله كذب وعدلنا ايام تشاوريه وفضلوا الفرقاء او من يمثل الفرقاء وحركاتهم في الداخل والخارج الصفح والعفو واحنا عندنا في القانون وعندنا نفطا في الشريعه الاسلاميه العفو فوق والصلح انه فوق الاحكام اذا احنا بضنا ملف واجتهدنا فيه واجتهدنا بحضرة أصحاب الدم وبحضرة منظماتهم اللي تمثلهم في الداخل وفي الخارج وبحضرة فاعلينهم السياسيين وبحضرة بالاس كان في ذاك الوقت يترأس شينجالو لزوبراتير ايكونوميك نيجرو افريكان كان يترأس رابطة الفاعلين الاقتصاديين بالاس هذا اللي صمد وبحضرة النشطاء بحضرة ذيك الساعة محمد الأمين والداد كان ذيك الساعة ناشط في لا سي ار وبحضرة السفراء الغربيين مجد وبحضرة ممثلين المجتمع الدولي اللي هي لا سي ار اللي هي هيئة اللاجئين الدوليين وقعدنا وعدلنا الملف واجتهدنا عليه واعطينا عليه 4 أشهر نعدلوه في وزارة الداخلية ومرقناه للعلن واعطينا عليه 4 أيام من التشاور واتذكر جيدا على كل الحركات القومية العربية كانت موجودة عبرت عن موقف بعثيين وناصريين وكانوا موجودين القيادات التقليدية القبائل وعبرت عن موقف وكانوا موجودين ايضا ابناء الزنوج وابناء الضحايا وعبروا عن موقفه ومن ضمن اهم الشهادات ذكرها شهاده ادلت بها المحاميه اللامعه الجوهره السوداء فاطمه تنبي اللي قالت لها تشكر الله اولا وتشكر سيدي الشيخ عبد الله في حينها ثانيا على انه بض قرار بحل هذه اذا الصلح خلي لم يخلق الصلح عدلنا ايضا وكاله وكان موسى فال هو اول مدير لها السياسي المخضرم وبعد ذاك ندار عليها بامادين اللي الامين العام حالا المنظمه الاستثماريه الصينيه قال هذه الوكاله من المفارقات انها الوكاله الوحيده في تاريخ موريتانيا اللي وسمت وعدلت خصيصا ياك تحل مشاكل قوميه. احنا عندنا مشاكل المسفرين الموريتانيين الى اليوم ما بات انحلت مشكلتها. احنا عندنا مشاكل المعلمين عندنا مشاكل نحن ابناء العبيد ابناء الخدم الوكاله اللي اليوم اللي هي محسوبه علينا عاد ينقال لها التضامن هما اللي ساعدنا لهم وكاله ينقال لها وكاله دمج واعاده المبعثين وهذه طيله فتره عمل هذه الوكاله ما تكلمت حركه واحده للزنوج ولا تكلم ناشئ لا في الداخل ولا في الخارج وخلال هذه الوكاله تم التعويض وتم التسويات وتم حلول القضايا تقدصة تقول عن فم نقص يجي حد يقول عن فم واحدين بقاو يجي حد يقول بقى قراي ما وخلص
يا ناس نعطات لها التراب ونعطاه لها البقع ونعطاه لها القنم وخرق السماح وصل عليهم وصل عليهم وعوض لهم اللي منهم في الوظيفة العمومية عن 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 السنوات الماضية. وبالتالي هو العمل البشري لازم الخطأ وهذا. قلت أنا على أن هذا الملف ما يلا يتم معلق مع ملف الإحراطي، ما يلا يبقوا مرابطين كيف لبصل وبومبتير، على أني ماني قابل شركائنا من الزنوج في الداخل ولا في الخارج، شركائنا في الحركة الانعتاقية إيراء وشركائنا في النضال من أجل الحرية والانعتاق، ماني قابل على أنهم يتموا مرابطين لنا لبصل وبومبتير، حرفة راه يعرفوها التجار. احنا ما لنا متكلمين عن العبوديه مالين تنحل مشكله الارث الانسان. خلق قدر من الكلام تازمت الساحه. انا كشاهد وكرجل افتخر باني في يوم من الايام اسندت لي الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه ملف بهذا الحجم، اعطيت شهاده للتاريخ. ولا نقول من هذا المنبر لاخوتنا الزنوج مره ثانيه اعلنا نحن في ايراء، وانا صفتي المتواضعة مع جميع القضايا العادلة ومع تسوية العوالق إن كانت هنالك عوالق، لكن لن يستخدموا، اسمعوا جيدا، لن يستخدم الزنوج أبدا لون بشرتي أو قضية استعباد قومي مطية لتمرير مشاريعهم السياسية. جميل. أنت بنفسك قلت بأن ملف الإرث الإنساني تم طيه وتم تسويته، وأنتم كنتم كما ذكرت من مهندسي تسوية ملف الإرث الإنساني. بعد ذلك نجد بأنكم وأنتم قيادي في حركة إيراء احتضنتم من وصفتموهم اليوم بالانتهازيين. لماذا سمحتم حينها باحتضان من تصفونهم اليوم بالانتهازيين وانتم من قمتم على تسويه ملفهم ما دام انتهى الملف؟ هذا السؤال اللي نجاوبك فيه. هم اللي احتضنوهم. شوف حركه ايراء هذا الملف احنا سويناه هي ما فات خلقت حركه ايراء خلال 2008 وانا اتكلم لك عن 2007 وهذا هو ما فهمه القياده. بعض القياده ما فهمت، وبعضها فاهم غير بعضها ما فهم، وبعضها فاهم غير لاسبابه هو الخاصه اختار يديرها يدفري بهذا الموضوع. إيراصة كحركة مفتوحة قدام البيغاء وقدام الكوار وقدام الحراطين وقدام جميع التقدميين اللي يبقوا يناضلوا واللي مقتنعين بالنضال، ولا مثيل عليهم كثير، والسيدي مايلة اللي انسحب سابقا وحالا ملانا من المناضل. إذا هذو مولي الزنوج والله ينصح هذو لي بل اللي معانا في الحركة، ما هم واحد، فيهم واحدين مناضلين صادقين يناضلوا كاع من أجل تحرير العبيد. والعبيد راهم مالك بالمناسبة نختار هنا ثبت حقيقة علمية. عبيد مجدة في الهالبولا ومجدة في السونيكي ومجدة بصورة أبشع، وبالتالي شيء طبيعي أنهم يعودوا مكان. وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدة. هذه هي الرسالة لمشي انا السعد والوليد والنافع والبلخير والمسعود والمبارك والكيكوره لابناء العبيد والخدم وابناء شعب الحراطين العظيم وللتقدميين، على ان فينا من المسؤوليه وفينا من الرشد وفينا من الحكمه اللي نقدو نلموا غسيلنا الين نجتازوا. اللي يلا يعود موضوعنا اليوم هو موضوعنا. أذكر فقط المشاهدين الأعزاء بأنه بإمكانهم طبعا لإبلاغ آرائهم في حلقة الليلة من برنامج الرأي العام على الأرقام التي تظهر دائما على الشاشة، وطبعا نتيح لهم الفرصة دائما بالمداخلات التي تحمل طابعا واضحا ومعلومات واضحة. إذا كان هناك أحد المتصلين طبعا سنربط بالاتصال. دعني أعود إليك دكتور فيما يتعلق أساسا بالخطاب العام للحركة، حركة إيراء. نحن اليوم نشاهد بأن ليست حركة إيراء وحدها من يدافع عن شريحة الحراطين ومن يرفع شعار قضية العبودية، هناك عدة
حركات تدافع عن هذه القضية تحديدا. لكن يأخذ عليكم خصومكم في الساحة الوطنية هنا بأن الحركة تقدم تصدر خطاب أكثر تشدد وخطاب أكثر عنف من بقية الحركات الأخرى التي تصل في المعتدلة، كيف تفسرون هذا؟ جيد، شوف أنا اللي أنصح عليك قاع، شفت حركة إيراء أصلاً ما تدافع قاع عن الحراضي؟ هي حركة حقوقية لمناهضة العبودية والممارسات الاستعبادية والموتى. معناها أن أنت تشوف حالة عبودية تتكلم عنها وتعتصم وتتابع أهلها وتآزرهم إلين يراوا حقهم. هذا هو اللي أصلاً خالق خطاب قدموه المفكرين والمثقفين داخل حركة إيراء، اللي هو خطاب مشروع المجتمع، خطاب حرطاني بيضاني كوري آزناقي معلمي يجي ليفقع ياسر من الموريتان ورانا بعد ما زلنا لا عنده. هذا الخطاب اللي له احنا جبناه، ما هو جديد، جبناه بين اللي عقدنا على الموريتان، يقولوا حرطاني بيضاني كوري، يقولوا أتاي البيضان وقنا البيضان وهول البيضان وطافلات البيضان وعيد البيضان وجماعة البيضان ودراعة البيضان وكسكس البيضان إلي نقولوا نحن أنتم البيضان ينفقوا هما قاع معنا الله وما يتلفتوا، نحن قلنا أنتم بيضان احنا قابلين، انا قاعد نعود بيضاني كيف قال زميلي داود ولا احمد عيسي يا قاعد قبل انتم هم اللي كنتوا عند حراطي. يا اخي احنا نسعى بناء دولة مواطنة، ندور بناء دولة مؤسسات، دولة قائمة على العدل والانصاف والمساواة بين الناس، دولة ينتظر فيها للفرد بما سيقدم. احنا نسعى للقضاء على داء العبودية اللي هو داء بشري خالط الشعوب كاملة، واحنا موريتانيا لا جزء منها، ويوميا نعدل قوانين ونسن قوانين ونعدل محاكمات للقضاء على هذا الداء، وفي نفس الوقت نقول ان انا خارج هذا ما يقدر صح. انت ما دمت لم تعترف بمرضك فالطبيب لن يستطيع. جميل. اما الخطاب فعلا انا شخصيا ورفاقي والمناضلين في إيراء وفي حركة الحر وفي ميثاق الحراطي وفي رفاق التغيير وفي وعي وقضية وفي جميع الحركات الحرطانية الشابة اللي نحييها من هذا المنبر قلنا ذاك الخطاب غير، قلنا علاش؟ انا ما بتجاوب، قلنا علاش؟ نعم تفضل. قلنا علاش؟ شتي يا خالق مرحلة يلحقها الجسد يعود لابد له من الصدمات الكهربائية. شتي المريض هذا عنده في طب جاهون خالق مرحلة يلحقها لابد له من تعدل الصدمة يا كبير. والشلل ايضا بعض الاحيان يحتاج الوخز بالابر حتى. وهلاك انت نين تروح لهم الليلة وتراهم قافلين عنك الدار، الدور تكر الباب كرنتي يا كانوا من صنتو. احنا زاد قلنا ذاك الخطاب. ولا انتم ولا نقولوا ندوروا الموريتاني، ندوروا الخيرين من ابناء موريتاني، ندوروا السلطه الموريتانيه، ندوروا اصحاب القرار الموريتاني، ندوروا علماء موريتاني، مثقفين موريتاني، ندوروا مؤسسات موريتاني. جميل. ينتبهوا لهذا الداء الخطير اللي قد يعود مطيه وقد يعود نافذه يدخل لنا منها شور مشاكل اخرى لا يتؤدي لضياع الوطن وضياع الدوله وضياع الامه. ومن احنا مسؤولين ليس بالخطاب العنيف، اسمح لي. هذا هو ما سالتك عنه، ليس بالخطاب العنيف، ربما ما كنت تصنت. نعم، ليس بتصدير الخطابات العنيفه. لا لا، هو انت مالك ولتحدد الخطاب. نعم. انا نعم انا وجهت لي انت لا يتوقف والله لا يتشير والله عندك شيء لا يتعدل. عندنا مشاهدين اللي نقضوا اي ولا اعرف اي قول لي عندنا مشاهدين تونا سكتوا انت ما كنت تجاوبني. نعم مشاهد انا بعد ما انا سامعين. نعم مشايخ. نعم. الو. الو نصنتو لك، تفضل. الاسم الكريم. الاسم الكريم. الو. نعم نصنتو لك. ويتكلم مع حدا. الو. نصنتو لك مشايخ، تفضل الاسم الكريم. اذا يبدو بأن مشاهد إذا كان هناك مشاهد آخر. نعم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ. الله يحييك. الاسم الكريم. الاسم الكريم. معك أحمد أستاذ، لينبهكم شوي عن الصوت يرجع.
ذاك تلفز ترى راجع لك ريتور. لا بدكم تعطي فرصه شويه تقدر تسمع الصوت انني تتكلم تعطي فرصه شويه كانك تسمع الصوت. جيد تفضل احمد. احمد احمد ولاش؟ اذا احييك واحيي الدكتور. نعم احمد ولاش؟ احمد دول علي. احمد دول علي احييك واحيي الدكتور. ونختار مثلا عندي مجموعه تساؤلات نختار نطرحها للدكتور صالح. تفضل. تفضل. اذا دكتور سعد والوليد من مثلا اوجه اللي معروفه حقيقه حقوقيه ومن الشخصيات المثقفه، وبالنسبه لي انا شخصيا اقاوم الدكتور سعد على انه السؤال وجه اكاديمي معروف جدا على. نعم احمد احمد جاوزي السؤال مباشره من اجل ان نكسب الوقت. نعم وانا ايضا نعم وانا ايضا لايضاح الفكره اكثر، انا من شريحه القوام واحترم الدكتور سعد الوليد لهذه مثلا العوامل اللي قلت لك. يقر نختار الدكتور سعد الوليد ينأى بنفسه عن مثلا فهم تصريحاته فهم عبارات تستخدمها الدكتور. مثلا انا اكبر عندي سعد من انه ينزل المستوى مثلا هذا النوع من التصريحات، لان سعد كقيده سعد ما هو كيف الناس الاخرى. سعد نحن مثلا نعرف من هو سعد الوليد. مثلا ما هو كيف الناس الاخرى، الناس الاخرى تقدر تقول ذاك يا قائد سعد مثلا ما يلا ينزل بك المستويات يقول شيء من الكلام مثلا هيه لا ما نقدر مثلا قاعد نوقفه حتى. جميل. واتوقع على كل حال انا بعد فاهم على ان الدكتور يناضل وعنده قضيه تقرير مدي حقيقه نحن ما نقدر نعود ويكون مجتمع واحد وتوفي الروايه اللي هو ما بي عنها لا هي الخالقه ونحن لا مجتمع واحد اخوت واصحاب. واضح واضح احمد احنا كنا نطور السؤال منك. يحكم بينهم نزاعات ويعاقبوا ويقلبوا عليه. احمد كنا نطور السؤال الفكره وصلت. اعطينا مشاهد اخر مخرج. نعم مشاهد. الو. نعم مشاهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معك محمد راني شاكرك وشاكر الدكتور. شكرا جزيلا. تفضل الاسم الكريم. انا بعد استنى طرح الدكتور سؤالين. الاسم الكريم. اولا محمد. محمد. محمد تفضل. انا ماني موسع انا اللي اشوفه في الحقيقه انه شطاء حركه ايرا هذه ما نعتبره نضال لانه لا نشر الكراهيه والحقد والبيضنا ومهاجمه شريحه معينه ووصف كل اوصاف القذره. شو محمد انا ما اعتبره نضال ولا شيء. محمد ثانيا هو بدات تفاصيل كانت تناظر وبدات تضيق. محمد احنا ندور السؤال تحديدا قاعد عندك. دور السؤال تحديدا الى عاد عندك. السؤال هو يقول لك عنه يمثل شعب الحراطين العظيم. شعب الحراطين العظيم ما هو 20 شخص شهوه مظاهرات حركه ايران. شعب الحراطين شكي الشعب الموريتاني كامل بريء من خطابات الكراهيه وخطابات التفرقه. اعطينا مشاهد اخر. اعطينا مشاهد اخر اكثر وضوح الفكره. اعطينا مشاهد اخر مخرج. نعم مشاهد. نعم مشاهد. الو. نعم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. الاسم الكريم. معك تقي الحموده. تقي تفضل. معك تقي يا تقي الحموده. تقي اذا كان عندك سؤال تفضل. بتقول راني شاكر انا دايم سول عن النقاش اللي بينكم. هو سعد الوليد راجل معروف واذا بيتكلم عن طريق عن شريحه الحراطين الا ما قد ما يلا تدوره ما يلا تدوره ما يلا تدوره هو اللي يتكلم عنه واضح في وارد ولا يلا حد يزعزع عنه ولا يلا حد يقول له انه ما يتكلم عنه ولا ما عندك سؤال تقي عندك سؤال اللي يقول وارد وكل حد يعرفه واضح
ليك الفكره وصلت يا قر. كان عندك سؤال؟ انا دام جاوب للضيف اللي من كين وتدبنكم. واضح ياك، واضح ليك وصلت، ليك الفكره وصلت، ليك الفكره وصلت. التقي، شكرا. طينا مشاهد اخر لعدكم. نعم مشاهد. الو. نعم الو. نعم مشاهد. الو. نعم الصمتولة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. استلاك. ايه الاسم الكريم. انا بعد ذاك اللي حاله قال ياسر من الشيعة عن السعد، انا قال يلمي ولبوي ياسر من الوالد. قال شاكر الاخ سعد الوليد، والله ما فاجاني موقفه. سعد شاكره حتى، ولا فاجئني انه اللي قال بعض الليله كان ما في شيء فاجئني، كان لنعرض عن سعد هو اللي راضع، هو اللي راضع مشعل قضيه احراطي اللي يابا ما يهتم بكل حد انتخل منها مرضيه لتحقيق مآرب وتشتات هي مبادئ، بس هي كيف قال سعد بلغة درجه من النضج اللي ما تقدر اقاشي يزايد عليها. والله يقول والله يقول انها يقول انها قضيتها قضيه تجاريه، قضيتها عاد قضيه تجاريه. دور تعود الناس كاملها تعرف بعض التجاره، هاي اللي تعود ما هي اللي تخلى لهم بينهم، ما مخليهم معروف. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى ندور نقول الباطل النساء انه يصير على الدار، وانا معاه وانا ما عندنا اي دقينا اللي قاعد يقودنا الدوار، ولا انا متضايقين معاهم ولا عندنا معاهم مشاكل. من يقبلوها ومن دايت انفسهم ومشكلتهم منهم دائما يخترقوا المشاكل. انا احنا عندنا مشاكل بيننا معاهم، احنا ما عندنا معاهم مشاكل، احنا عندنا قضيه معاشه هم يعرفون. جميل، شكرا مشاهد. شكرا، وصلت فكرتك، شكرا جزيلا. اذا نرجع لك دكتور سعد، تحدثتم عن 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 اولا الرد على طبعا الرد على المداخلات من قبل المشاهدين، بعد ذلك نتجه. انا اولا شاكر المتداخلين، نحترم لهم ارائهم، صدق اللي معدلين عنا الا 20، ويصدق اللي يعرفوا الحقيقه ويعرفوا ان ما لنا 20، باللي هذا الحراك الانعتاقي المتمثل في حركة الحر وميثاق الحقوق السياسية الاقتصادية وفي حركة إيراء المجيدة وفي رفاق التغيير وعي وقضية وفي الشباب فوق الانتماء وحركات الحراطين العديدة اللي إن شاء الله هنين نمدوا ليد ويضحك عليها الدور تنشاف على أنه حراك حقيقي. أنا ظاهر لي على سياسة الإنكار وسياسة النعامة والشيطنة، شيطنة السعد او شيطنة ايراء او شيطنة الحراطين. الحراطين شعب مسالم وشعب وفي لهذا الوطن، والحراطين ما عندهم ضغط ولا عندهم ضغينة على القضان، وماضينا الاسترقاقي واستعبادنا ما هو نقطة ضعف فينا. انا شخصيا ورفاقي كاملين وشباب الحراطين فخورين بان ابناء العبيد وابناء الخدم، وان غيرنا من حالنا ومن هيئتنا ومن منظرنا ومن فكرنا ومن ادائنا ومن تعليمنا. هذا هو اللي علمنا الاستاذ ابراهيم والبلال والرمضان المفكر والفيلسوف والقائد العظيم لحركه ايراء. غير هذا ما معناه الخضوع ولا الخنوع، وهذا هو سبب الازمه. احنا سبب ذي الازمه اللي احنا فيها اليوم على ان ابناء الحراطين ما تاو قابلين قضيه تعود متاجره، ولا تاو قابلين ينماوا منها العلايات، ولا تاو قابلين يمثلوا منها العلب، ولا تلاو قابلين يضحوا في شوارع موريتاني بالمسيرات وبالوقفات ويجني ثمارها انتهازي او اثنين قاعدين في امريكا والله في فرنسا بحجة على انهم يفتحوا هذا الباب وذاك الباب. انا كيف ما واجهنا الاقطاعيين من ابناء البيضان، وهون لا ينصحح اللي احنا قلنا انه لا ينعدلوا مراجعات فكريه، مواجهين الاقطاعيين من ابناء البيضان والعنصريين من ابناء البيضان والاستعباديين من ابناء البيضان، لا ينواجهوا الانتهازيين من ابناء الاحراطي اللي تاجروا بهذه القضيه
يسوى في الغرف المغلقة ويسوى في الليل ويسوى في النهار ولا نواجهوا الانتهازيين من أبناء الزوج أم البيضان وشعب الحراطين والهالبولار والصونيكي والولف بهذه مكونات فسيفساء جميل يتمتع به من به الله سبحانه وتعالى على الشعب الموريتاني. ونختار هون نقول ان الله سبحانه وتعالى اسمح لي هون شوي لا تقاطعني خلقنا ولا سوانا في الرزق ولا سوانا في الماء ولا سوانا في الجاه ولا سوانا في الطول ولا سوانا في العرض ولا سوانا في الجمال ولا سوانا حتى في الجنة منهم من هو في الغرفات العلا ومنهم ما دون ذلك ولا سوانا في النار منهم من هو في الدرك الأسفل من النار. وعلى أن هذا الاختلاف اللي طرعوا فيه أنه عامل قوة وله عامل ضعف وأنه عامل غير عبر عنها ينتظروني وينتظروا الأمل ينتظروا الوفاء بالعهد ينتظروا الصمود انتظروا الاستمرار من أجل القضية كل القضية انتظروا مشروع انتظروا رؤية تخرجهم من هذه الحالة. وبالتالي هون لا نقول لك رواية دائما الدور اللي حول خلافات إيران لا نقول لك بيت من الشعر لعله يكفيك ويكفي الآخرين. أنا لا أدور حول خلافات إيران. نعم نعم. لكن هذا الرفاق اللي ينتظروك وهذا المناظرين اللي ينتظروك ما ينتظروك عنك تطعن في مسار نضال الحركة إلا إذا وضحت هذا الطعن. أنت طعنت في اختلال داخل مسار نضال الحركة. شو هو الاختلال؟ الحركة مازالت لا الحركة جيد. شوف يقول لك باطو في نفس الموضوع هم ذاك اللي ينتظروا ما يخدم مصلحة القضية هم ذاك اللي ينتظروا مني نعرضها بيه لي أنا هو المنظر تهرب من السؤال. أنا متهرب أنت هذا الشكل واضح. هذا الكلمة التي وردت في حديثك تحت خطين شوف. اختلال في مسار نضال الحركة وقلت بأنك على خلاف مع الرفاق حول هذا الاختلال. لا هي ذيك الخلافات أنا قلت له رواية واضحة ضربتها لك قلت لك نحن الحراطين كنا ما نقرأ نحن نقرأ ولا بدنا نجوك أنت والله نجلو واحد أخرى يقرأ لنا احنا اليوم عندنا نقرأ عندنا آلاف الخلافات غير الخلافات تعنينا بمعنى آخر قال شاعر فايد إن الذي بيني وبين بني أخي وبين بني عمي لمختلف جدا فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا. هذه الرسالة للمشيئان السعد والوليد والنافع والبلخير والمسعود والمبارك والكيكورة لابناء العبيد والخدم وابناء شعب الحراطين العظيم وللتقدميين على أن فينا من المسؤولية وفينا من الرشد وفي من فينا من الحكمة اللي نقدو نلمو غسيلنا إلين نجتازو اللي يا الله يعود موضوعنا اليوم هو موضوعنا هو موضوعنا هو موضوعنا. وذكر فقط المشاهدين الأعزاء بأنه بإمكانهم طبعا الإدلاء بآرائهم في حلقة الليلة من برنامج الرأي العام على الأرقام التي تظهر دائما على الشاشة وطبعا نتيح لهم الفرصة دائما بالمداخلات التي تحمل طابعا واضحا ومعلومات واضحة. إذا كان هناك أحد المتصلين طبعا سنربط به الاتصال. دعني أعود إليك دكتور فيما يتعلق أساسا بالخطاب العام للحركة حركة إيراء. نحن اليوم نشاهد بأن ليست حركة إيراء وحدها من يدافع عن شريحة الحراطين ومن يرفع شعار قضية العبودية. هناك عدة حركات تدافع عن هذه القضية تحديدا، لكن يأخذ عليكم خصومكم في الساحة الوطنية هنا بأن الحركة تصدر خطاب أكثر تشدد وخطاب أكثر عنف من بقية الحركات الأخرى التي تصف المعتدلة. كيف تفسرون هذا؟ جيد. شوف أنا اللي أنصح لك قاع شفت حركة إيراء أصلاً ما تدافع قاع عن الحراطين هي حركة حقوقية لمناهضة العبودية والممارسات الاستعبادية والموتة. معناها أن أنت تشوف حالة عبودية تتكلم عنها وتعتصر وتتابع أهلها وتآزرهم إلين يراوا حقهم. هذا هو اللي أصلاً خالق خطاب قدموه المفكرين والمثقفين داخل حركة إيراء اللي هو خطاب مشروع المجتمع
خطاب حرطاني بيضاني كوري ازناقي معلم يجي يفقع ياسر من الموريتان ورانا بعد ما زلنا لا عنده. هذا الخطاب اللي له احنا جبناه ما هو جديد، جبناه بين اللي عقدنا على الموريتان يقولوا حرطاني بيضاني كوري، يقولوا اتاي البيضان وقنا البيضان وهول البيضان وطافيلات البيضان وعيد البيضان وجماعة البيضان ودراعة البيضان وكسكس البيضان. اللي نقولوا نحن انتم البيضانيين فقر هما قاع معنا الله وما يتلفتوا، نحن قلنا انتم البيضان احنا قابلين، انا قاعد نعود بيضاني كيف قال زميلي داود والاحمد عيش يا غير قاعد قبل انتم هم اللي كنتوا عندوا حراطه. يا اخي احنا نسعى لبناء دولة مواطنة، ندوروا بناء دولة مؤسسات، دولة قائمة على العدل والانصاف والمساواة بين الناس، دولة ينتظر فيها للفرد بما سيقدم. احنا نسعى للقضاء على داء العبودية اللي هو داء بشري خالط الشعوب كاملة، واحنا موريتانيا لا جزء منها. ويوميا نعدل قوانين ونسن قوانين ونعدل محاكمات للقضاء على هذا الداء، وفي نفس الوقت نقول انها ما هي خارقه، هذا ما يقدر صح. انت ما دمت لم تعترف بمرضك فالطبيب لن يستطيع. جميل. اما الخطاب فعلا انا شخصيا ورفاقي والمناضلين في ايراء وفي حركه الحر وفي ميثاق الحراطين وفي رفاق التغيير وفي وعي وقضيه وفي جميع الحركات الحرطانيه الشابه اللي نحييها من هذا المنبر قلنا ذاك الخطاب غير قلنا علاش. جميل. أنا ما بتجاوب، قلنا علاش؟ نعم تفضل. قلنا علاش؟ شتي خارقة مرحلة يلحقها الجسد يعود لابد له من الصدمات الكهربائية. شت المريض هذا اللي عنده في طب جاهون خارقة مرحلة يلحقها لابد له من تعدل الصدمة يا كفير. والشلل أيضا بعض الأحيان يحتاج الوخز بالإبر حتى. وهلاك أنت لين تروح لهم الليلة وتراهم قافلين عنك الدار، الدور تكر الباب كرنتين كانوا من صنته. احنا زاد قلنا ذاك الخطاب ولا انتم ولا نقوله، ندوروا الموريتاني، ندوروا الخيرين من ابناء موريتاني، ندوروا السلطه الموريتانيه، ندوروا اصحاب القرار الموريتاني، ندوروا علماء موريتاني، مثقفين موريتاني، ندوروا مؤسسات موريتاني. جميل. ينتبهوا لهذا الداء الخطير اللي قد يعود مطيه وقد يعود نافذه يدخل لنا منها شور مشاكل اخرى لا يتؤدي لضياع الوطن وضياع الدولة وضياع الأمة. ومن احنا مسؤولين ليس بالخطاب العنيف. اسمح هذا هو ما سألتك عنه. ليس بالخطاب العنيف. ربما ما كنت تصنت. نعم ليس بتصدير الخطابات العنيفة. لا لا هو انت مالك وتحدد الخطاب؟ انا. نعم انا وجهت اليك. انت لا يتوقف والله لا يتشير والله عندك شيء لا يتعدل. عندنا مشاهدين لنا قبل. اي ولا اعرف قول لي عندنا مشاهدين تونس سكتوا. انت ما تقدر تجاوبني. نعم مشاهد. نعم شيء بعد ما انا سامعين. نعم شيء. نعم. الو. الو نصنت لك تفضل. الاسم الكريم. الاسم الكريم. الو. هلا طيب. نعم نصنت لك. ويتكلم مع حدا. الو. نصنت لك مشاهد تفضل الاسم الكريم. إذا يبدو بأن مشاهد لا كان هناك مشاهد آخر. نعم مشاهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ. الله يحييك. الاسم الكريم. الاسم الكريم. معك أحمد أستاذ لين نبهكم شوي عن الصوت يرجع. ذاك تلفز ترى راجع لك. رتور انا بدكم تعطي فرصه شويه تقدر تسمع الصوت انني تتكلم تعطي فرصه شويه كانك تسمع الصوت. جيد تفضل احمد. احمد احمد ولاش اذا احييك واحيي الدكتور. نعم احمد ولاش احمد ولا علي. احمد ولا علي احييك واحيي الدكتور. ونختار مثلا عندي مجموعه تساؤلات نختار نطرحها للدكتور صالح. تفضل. تفضل. اذا دكتور سعد الوليد من مثلا اوجه اللي معروفه حقيقه حقوقيه ومن الشخصيات المثقفه وبالنسبه لي
انا شخصيا اقاوم الدكتور سعد على انه السؤال هو شيخ اكاديمي معروف جدا على. نعم احمد تجاوزي للسؤال مباشره من اجل ان نكسب الوقت. نعم وانا ايضا نعم وانا ايضا لايضاح الفكرة اكثر انا من شريحة القوان واحترم الدكتور سعد الوليد هذه مثلا العوامل اللي قلت لك يقر نختار الدكتور سعد الوليد ينأى بنفسه عن مثلا فهم تصريحاته وفهم عبارات تستخدمها الدكتور مثلا انا اكبر عندي سعد من انه ينزل المستوى مثلا هذا النوع من التصريحات لان سعد كقيده سعد ما هو كيف الناس الاخرى سعد نحن مثلا نعرفه من هو سعد الولي مثلا ما هو كيف الناس الاخرى الناس الاخرى تقدر تقول ذاك يا قال سعد مثلا ما يلا ينزل لك المستويات يقول شيء من الكلام مثلا لا ما نقدر مثلا قاع نوقف حتى وعلى كل حال انا بعد فاهم لان الدكتور يناضل وعنده قضيه غير مدي حقيقه نحن ما نقدر نعود يكون مجتمع واحد وسوف الروايه اللي هو ما بي عنها لا هي الخالقه ونحن لا مجتمع واحد واضح احمد احنا كنا ننتظر السؤال منك بينهم نزاعات يعقبوا يتقلبوا عليه احمد كنا ننتظر السؤال الفكره وصلت اعطينا مشاهد اخر مخرج نعم مشاهد الو نعم مشاهد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله معك محمد راني شاكرك وشاكر الدكتور شكرا جزيلا تفضل الاسم الكريم انا اطرح للدكتور سؤالين الاسم الكريم اولا محمد تفضل انا ماني موسي انا اللي اشوف في الحقيقه من نشطاء حركه ايرا هذه ما نعتبره نضال لانه لا نشر الكراهيه والحقد والبيع ومهاجمه شريحه معينه ووصف كل الاطفال القذره شو محمد انا ما نعتبره نضال ولا شيء محمد ثانيا هو بدات تفاصيل كانت تناظر وبدات تضيق محمد احنا ندور السؤال تحديدا قاعد عندك دور السؤال تحديدا الى عاد عندك السؤال هو يقول لك عنه يمثل شعب الحراطين العظيم شعب الحراطين العظيم ما هو 20 شخص شهوه مظاهرات حركه ايران شعب الحراطين شكي الشعب الموريتاني كامل بريء من خطابات الكراهيه وخطابات التفرقه اعطينا مشاهد اخر اعطينا مشاهد اخر اكثر وضوح الفكره اعطينا مشاهد اخر مخرج نعم مشاهد نعم مشاهد الو نعم الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم الاسم الكريم معك تقي الحمودة تقي تفضل معك تقي الحمودة تقي إذا كان عندك سؤال تفضل تقول راني شاكر انا دائما اسول عن النقاش اللي بينكم هو سعد الوليد راجل معروف واذا بيتكلم عن طريق عن شريحه الحراطين الا ما قد ما يلا تدوره ما يلا تدوره ما يلا تدوره هو اللي يتكلم عنه واضح في وارد ولا يلا حد يزعزع عنه ولا يلا حد يقول له انه ما يتكلم عنه والله ما عندك سؤال تقي عندك سؤال اللي يقول وارد وكل حد يعرفه واضح ليك الفكره وصلت يا قار كان عندك سؤال انا دام جاوب للضيف اللي من كينو تدفنكم واضح ياك واضح ليك وصلت ليك الفكره وصلت ليك الفكره وصلت تقي شكرا اعطينا مشاهد اخر لعدكم نعم مشاهد الو نعم الو نعم مشاهد الو نعم الصمت لك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله استلال ايه الاسم الكريم انا بعد على كل حال قال ياسر من الشيعة كان سعد انا قال لي مين ولبي قصر من الوالد قال لك وشاكر الاخ
سعد الوليد والله ما فاجاني موقفه. سعد شاكره حتى ولا فاجاني انه اللي قال باطل ليله كامل ما في شيء فاجاني كان. نعوض عن سعد هو اللي راضع مش حد قضيه احراطي اللي يابا ما يهتم بكل حد انتخذ منها بطيء التحقيق مآرب وتشتات هي مزيد بس هي كيف قال سعد بلغة درجة من النضج اللي ما تقدر أقاشي يزايد عليها والله يقول في والله يقول انها قضيتها قضية تجارية قضيتها لعات قضية تجارية دور تعود الناس كاملها تعرض بعض التجارة هاي اللي تعود ما هي اللي تخلى لهم بينهم ما مخليهم معروف هذا من ناحية من ناحية أخرى ندور نقول له الباطل المساء انه هو يصير على الدار وانه معاه وانه ما عندنا اي دقينا الذي قاعد يخدنا الدوار ولا نبدأ معاه ولا عندنا معاهم مشاكل من يقبلوهم من دايت انفسهم ومشكلتهم منهم دائما يختلقوا المشاكل عن احنا عندنا مشاكل بيننا معاهم احنا ما عندنا معاهم مشاكل احنا عندنا قضية جميل. وعاشي هم يعرفون. جميل شكرا مشاهد شكرا وصلت فكرتك شكرا جزيلا. إذا نرجع لك دكتور سعد تحدثتم عن 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 أولا الرد على طبعا الرد على المداخلات من قبل المشاهدين بعد ذلك نتجه أنا أولا شاكر المتداخلين نحترم لهم آراءهم صدق اللي معدلين عنا اللي عشرين ويسودوك اللي يعرفوا الحقيقة ويعرفوا إن ما لنا عشرين باللي هذا الحراك الانعتاقي المتمثل في حركة الحر وميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية وفي حركة إيراء المجيدة وفي رفاق التغيير وفي وعي وقضية وفي الشباب فوق الانتماء وحركات الحراطين العديدة اللي إن شاء الله هنين نمدوا ليد ويتحق عليها الدور تنشاف على أنه حراك حقيقي. أنا ظاهر لي على سياسة الإنكار وسياسة النعامة والشيطنة شيطنة السعد أو شيطنة إيراء أو شيطنة الحراطين. الحراطين شعب مسالم وشعب وفي لهذا الوطن والحراطين ما عندهم ضغط ولا عندهم ضغينة على القضان وماضينا الاسترقاقي واستعبادنا ما هو نقطة ضعف فينا. أنا شخصيا ورفاقي كاملين وشباب الحراطين فخورين بأن أبناء العبيد وأبناء الخدم وأن غيرنا من حالنا ومن هيئتنا ومن منظرنا ومن فكرنا ومن أدائنا ومن تعليمنا. هذا هو اللي علمنا الأستاذ إبراهيم والبلال والرمضان المفكر والفيلسوف والقائد العظيم لحركة إيران. غير هذا ما معناه الخضوع ولا الخنوع وهذا هو سبب الأزمة. احنا سبب ذي الأزمة اللي احنا فيها اليوم على ان ابناء الحراطين ما تاو قابلين قضيه تعود متاجره ولا تاو قابلين ينماوا منها العليات ولا تاو قابلين يمتنوا منها العلب ولا تلاو قابلين يضحوا في شوارع موريتاني بالمسيرات وبالوقفات ويجني ثمارها انتهازي او اثنين قاعدين في امريكا ولا في فرنسا بحجه على انهم يفتحوا هذا الباب وذاك الباب. انا كيف ما واجهنا الاقطاعيين من ابناء البيضان وهون لين صحة اللي احنا قلنا ان لا ينعدلوا مراجعات فكرية مواجهين الاقطاعيين من ابناء البيضان والعنصريين من ابناء البيضان والاستعباديين من ابناء البيضان لين واجهوا الانتهازيين من ابناء الاحراطي اللي تاجروا بذي القضية يسوى في الغرف المغلقة ويسوى في الليل ويسوى في النهار ولين واجهوا الانتهازيين من ابناء الزوج ام البيضان وشعب الاحراطيين والهالبولار والسونيكي والولف في هذه مكونات فسيفساء جميل يتمتع به من به الله سبحانه وتعالى على الشعب الموريتاني. ونختار هون نقول ان الله سبحانه وتعالى واسمح لي هون شوي لا تقاطعني خلقنا ولا سوانا في الرزق ولا سوانا في المال ولا سوانا في الجاه ولا سوانا في الطول ولا سوانا في العرض ولا سوانا في الجمال ولا سوانا حتى في الجنة منهم من هو في الغرفات العلا ومنهم ما دون ذلك ولا سوانا في النار منهم من هو في الدرك الأسفل من النار. وعلى أن هذا الاختلاف اللي طرعوا فيه
انه عامل قوه وله عامل ضعف وانه عامل غنى وليس مصدر فقر، وان اداره هذا التنوع واداره هذا الخلاف واداره هذا الاختلاف والانصات لاصحاب المظالم والمطالب، يسوى كانوا عبيد والله معلمين والله يقاوم والله ازناقه، هذا مهم لبناء دولة قابلة للبقاء ولتأمين الأجيال. شفت احنا انا ما تتعين ننزل ما تتعين نرم من الدنيا مولي فترة يقير الأجيال مسؤوليتي انا محمل أمانة حملها لي الله سبحانه وتعالى. قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها فحملها الإنسان. تعرف الصفة لدار لمولانا شنو؟ قال أنه كان ظلوما جهولا. ولذلك من ميزه الله بالعلم، من ميزه الله بالمعرفة، يجب أن يكون أن يعلم بأنه مؤتمن على من لا يعلم ومن لا يعرف، وعلى أنه يالله يقول كلمة الحق ويالله يرشد الناس إلى الحق ويالله يوقف ضد الباطل مهما كان ومهما كان السلطان، لأن الله سبحانه وتعالى خصص بلاصة للمناضلين الشرفاء اللي دافعوا عن المظلومين، خصص لهم بلاصة تحت العرش يوم لا ظل إلا ظله. وبالتالي نختار هون نقول على أن إخوتي ذوك يقولوا كذا وكذا، لكن هم أحرار فيه، إحنا بعد نعتبرنا مسؤولين بالولادة. مش أنا خلقت من قال لي السعد والوليد والنابع البخير وحرطان ولا عندك سيدي، ونعرف خالاتي خدم ونعرف ياسر من الخلق خدم وعبيد يا غير عاد. احنا اللي نطالبوا به اليوم هذه الناس اللي عليها العبودية ترتفع عن العبودية، وذي الناس اللي نتيجة العبودية اللي هي اللي قالها الحراطي اللي ممارس عليها الغبن والتهميش والحرمان والإقصاء علينا، يلا اطرح حقوقها كاملة ودي الحقوق هم اللي رانا لك نعرف انت راح. اريد ان اطرح عليك سؤال في هذه النقطة. نعم نعم. الدولة قامت بجهود كبيرة في هذا الاتجاه. وقدمت على ترسانة قانونية جرمت العبودية بشكل واضح. وأكثر من ذلك أيضا خصصت محكمة خاصة لقضايا الرق داخل موريتانيا. ووكالة كبيرة لمكافحة آثار الرق. كل هذه الجهود ستلقي بها في البحر. وتتحدث يعني كأنك تتحدث من خارج موريتانيا من خارج الواقع. شوف الجهود أنا ماني لاقيها بيلي جهودي والقانون 48 2007 من معدل عدلين احنا سابت تخلق إيراء معدلوا أنا أبو بكر مسعود حيمودة مستشار الوزير الأول بأمر من الزين والزيداء، وعدلنا عليه يوم واحد يتيمهم القانون 2015 المعدل لهذا القانون اللي ظهر على انه فاشل من مراجعه مراجعينه احنا هم اللي راجعناه. احنا ما لنا ناكرين على الموريتاني تمتلك ترسانه قانونيه كبيره. نضالات الزعيم مسعود بالخير ونضالات مناضلين الحراطين في الموالات وفي المعارضه ونضالات حركه الحر جابت نتائج غير جابت نتائج بعداش بعد تخوين هذو الزعماء وبعد شيطنتهم وبعد اتهامهم بالعنصريه بالفئويه. راعينا اليوم في موريتانيا عندنا دستور يجرم العبوديه اعتبر، لكن عندنا احنا فقهاء القانون وانا قطعت نص قطع عليهم شوي، هذا الشيء قالوا القانون وهذا الشيء قالوا روح القانون وهذا الشيء قالوا الاليات المصاحبه للقانون. ما كافي على انك تعدى المحكمه وتم قافلها والله تدير فيها ولا مرابط ولا ولا الزاوي شارب ورابي ونابت من العبودية والعنصرية وتقول له القاضي ويحكم بخلي وفق خلي. احنا ندور نعدل محاكم مدنية عصرية فيها شاب بيضاني والله حرطاني والله كوري متخرج من جامعة يعتبر قاضي حقيقي وعنده يشعر بالوطن وبالمواطنة. هل قدمتم لهذه المحكمة شوي. هل قدمتم لها قضايا رق ورفضت؟ اسمح لي شوي بتحها. اسمح لي شوي يا ما بادخل قد قاعد ايوه. هل تفضل نوصل لك السياسة. هل قدمتم إلى 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 أي جهة من جهات السلطات الموريتانية قضية رق ولم تذهب معكم؟ مئات القضايا. شوف قضايا الرق معرمة حادثة مواليب ومعروف ويامس
شرخة العبيد راهم مسمينها هما شي ثاني، راهو فيها فهم حالة نزاع على العبودية العقارية يهمس الدنيا والنامس من بين الجماعة، راهي جندر تطوط في محابستهم. ومن هذا المنبر لا نقول انه لا يمكن حجب الشمس بغربال، يغل الاعتراف بالحق فضيلة. احنا حريصين على امن موريتانيا وحريصين على وحدة الشعب الموريتاني وحريصين على وحدته الترابية، ولن نتردد في تلبية نداء الوطن لتبيح، ولن نتردد في حماية الشعب الموريتاني، كل الشعب الموريتاني. وهذا ذبتوه التاريخ، ذبتوا أحداث 66، وذبتوا أحداث 89، وذبتوا حرب الصحراء، وذبتوا الواقع اليوم. غير هذا الاستعداد لن يكون على حساب آلامنا، لن يكون على حساب شعبنا، لن يكون على حساب ذواتنا. ومن هذا المنبر لا نعيد توجيه نداء فتوجهته من منصة المحاكمة حين حكمت محاكم موريتانيا ببراءة خطابنا من العنصرية ومن التطرف ومن الإرهاب. هذا حكمت به محاكم موريتانيا، وحقنا في استخدام المنابر، منطوق حكمنا هذا هو الفيه، وأدانتنا المحاكم الموريتانية بالانتماء لمنظمة غير مرخصة. أنا أوجه نداء من هذا المنبر للسلطات الموريتانية، أولا بإطلاق سراح برام الداه العبيد وإبراهيم البلاد والرنوار، وفي نفس لحظة أشكر الإشارات الإيجابية التي صدرت عن السلطة وعن الحكومة بنقل الزعيمين إلى نواكشوط وبتوفير العلاج للزعيمين، وبعد ذلك أطالب بترخيص حركة إيران لكي تكون تحت طائلة القانون، وبترخيص حزب الرق لكي نعرف ما هو المشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقدمه مثقفون ومفكرون الحراطين مع شركائهم من الخيرين من الهالبولار والخيرين من الصونيكا والخيرين والتقدميين من البيضان. شنو المشكلة في النحو؟ بدون هذا الحزب، بدون هذا الحزب تقدمتم إلى ترشح للانتخابات الرئاسية وحصلتم على النسبة التي تحصلتم عليها، ووصفتم بعد ذلك من قبل عديد المراقبين بأنكم تحولتم من حركة حقوقية إلى حركة سياسية، يعني اختلاط بين في الخطاب فعلا في المفاهيم. وافقك هذا، شوف احنا كنا قدمنا مشروع مجتمع، قررنا في الوقت اللي قاطعت فيه القوى السياسية مشاركة في الانتخابات، قررنا أننا نشارك ورأيالة ذلك مشاركة، ما كانت محل إجماع في إراء قياداتنا في الخارج وبعض قياداتنا في الداخل، ما كانت ذاك. غير أنا في ذاك الوقت كنت جزء من المشروع وكنت مهندس هذه العام مع قياداتي مهندسين ذاك المشروع الترشح. يقير النظام نفسه الرئيس محمد عبد العزيز اعترف على ذاك الترشح أنه كان ضروري ومهم. احنا فعلا هون كان بداية انحراف بالنسبة للمناضلين الحقوقيين. شوف هذا هو الخلافات، وانت ما ينسال يلا تنطرح للنقاش. واحنا حصلنا على نسبة معتبرة بالنسبة للمادة ما عندها إمكانيات، وبالنسبة للمادة شعبها جاهل، وبالنسبة للمادة غالبيتها المسيطرة على المادة وعلى الاقتصاد وعلى الإدارة تمارس العبودية وتمارس الاستعباد، وبالتالي ذيك النتيجة كانت مشجعة. وقبل هذا المنبر أنا نأكد لك أننا ما فينا حرج نقول أننا لا ينعدلوا مراجعات فكرية، لا ينعدلوا مراجعات فكرية، ولا ينراجعوا خطابنا، ولا ينراجعوا أسلوبنا، لأن الصحيح هو التطور والتجاوز. أما الثبات والسكون حالة غير صحية، وبالتالي الإسلام يتحرم القمر حرمه بالتدرج، وفطن حرم العبودية بما في نص قرآني يقر العبودية، يغير في نصوص تحرمها، حرمها بالتدرج، يغير المسائل الضارة حرمها بالجزم، كيف ولا تقربوا الزنا، كيف ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، كيف ولا تقربوا مال اليتيم، كيف ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، كيف وإذا الموءودة سئلت. أما المسائل الحياتية، المسائل البعيدة المدى تنقبض، أنا نقول لنا وكيف ما قلت دعينا المراجعات الفكرية، غير مالي في نفس الوقت داعي شركائنا في الوطن السياسيين في المعارضة في المنتدى
وشركائنا في الوطن في الأغلبية وداعي من هذا المنبر الرئيس محمد والعبد العزيز على أنه يطلق صراح الزعماء برام للداو العبيد وإبراهيم البلال والرملة وأن يرخص للمشروع السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن يرخص حركة إيران حتى تكون تحت طائلة القانون. جميل. وأعلننا داعي أيضا جميع أبناء الحراطين اللي خرصونا اليوم حالا على أنهم يعدلوا مراجعات. جميل جميل. الحركة اليوم بعد سجن الرئيس بيران والداو العبيد تعاني ركودا في الأداء سواء من ناحية الميدانية أو سواء من ناحية العملية. العديد من المراقبين يتساءل هل كانت الحركة تقوم على شخص بيران؟ هل تفتقد الحركة إلى مرجعية حقيقية تعود إليها في الأوقات مثل هذه الأوقات؟ شوف هذا اللي تقوله يقولوا الصحابة. نفس ظاهرة أحزاب الأشخاص. شوف شوف. معاني ضد حركات الأشخاص. شوف. إحنا ضد. إحنا حركة إيران نتأكدوا تماماً على أنها عاد تخدم للفرد وتنميه وتنمي علبته وتنمي وصرته. دور نخوة عنها. هي شنو نخوة عنها؟ السحابات. الناس أحرار حتى لا نقاطع. نخوة عنها ندور نعلنوها بشكل واضح. فعلية ما هي عقيدة. وأنبكت. بين شمن الرجالة اقتنعت على أن هذا هدف يلا يخدم الوقت اللي ظهرنا الانحراف ندور نقولوها كيف ما نظهرنا في مراحل أخرى تاريخية من نضالنا لما أنا جاي من يامس احنا قاعدين لفديك وقاعدين لأفدي سابق تعود يارنوفل أنا هو عندي بطاقة رقم واحد في الشماء وقاعدين لآسي أنا كنت عضو في آسيا وكان رئيسي السقير والعتيق راه هو يصمت لحاله وقاعدين لليلة عدلنا فيه السي سي في دار والدة الساموري والبي ورفضتها وزارة الداخلية وقاعدين قررنا أن لا ينقيسوا التحال وقال بعضنا أنه ما هو قايس وقال بعضنا أنه قايس وقاعدين لواحد وعشرين سنة من نضال الزعيم مسعود بالخير وقاعدين عندنا يختلفوا الحراطين هل هم زنوج أو عرب برئاسة أبو بكر والمسعود الحالي إذا إحنا عندنا تاريخ وعندنا نضالات وشي طبيعي إن حركة تعالج قضية معقدة عندها أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية إنها تخضع لنوع من المسائل يا غير أفهم إن ابتداء من الآن لن نقبل بتمجيد الأفراد ولن نقبل بعبادة الفرد لأن الفكر تجاوزنا إحنا أمام جيال جديد من الحراطين ومن البيضان ومن هالبولار ومن الولف ونصنكة ما تاتوا من التمجيد الأفراد وإحنا ما نقدر نمرقوا تحت عبودية من عبودية قبائلنا ونمرقوا تحت عبودية الإقطاعيين وندخلوا تحت عبودية الحزب والله المنظمة والله الفرد ويتم لا يتكلم قالوا أنت خاين أنت عميل خاين هذا لا يخوف شو عميل ليش هي موريتانيا اخبار هذه بعض الوصاف التي وصفتم انتم بها لا انا ما في شوف شطافي شوف 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 على مواقع التواصل شوف لا نعطيك التواصل الاجتماعي شوف انا نعطيك رواية شفت انا ما في عوام ذاك اللي ينقال لان نعود لهن نفقع والله باقي فيا ذاك اللي تقول الناس نقعد في داره حتى انهم وضعوا علامات استفهام على سرعه خروجكم من السجن لا 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 شوف اسمح لي وغيرها تطرح اسئله خلي انت مجاوب نعم تفضل هذا شفت حد هم يتنطح للشأن العام يعرف عنه بنا راسه شارع وانه يا الله دور الناس تقول في ذاك كامل تقول لان احنا هذا هو ندور احنا ندور نحر الناس حروا يا تعود احرار فيما تقول احرار في مواقفها احرار في اموالها في تصرفاتها رئيس الجمهورية تقول الناس فيه تعدل فيه كاريكاتير تقول فيه اللي بقات احنا كنا ندافع سنة 92 عن القانون المنظم للصحافة شفت انا كنت من ضمن الجماعة اللي وقعت نداء المطالبة باصدار استعجالي للقانون المنظم للصحافة سنة 92 احنا ندوروا كنا ناضلوا هون سنة 91 92 ندوروا ديمقراطية في البلد ندوروا مؤسسات ندوروا بناء فهمت وبالتالي حد قاس الشأن العام يفهم عنه ما تلات عنده حياة خاصة وانه حر للناس كامل لا يصير نقول قالت الناس سجننا شفت سجننا كان واضح أنا تكلمت عنه قبيل وقلت عن إراء نضالها فتر إراء نضالها ما فتر هنا اللي احنا شوف قلت قالوا لاحظات مراقبين نعم تفضل إياك ما يعود ضجة قالوا وسائل الإعلام هذا شوف قول وسائل الإعلام
على المحاكمات، أطول محاكمات قطع عدد في تاريخ الجمهورية الإسلامية الموريتانية لجميع الحركات بما فيها البعثيين والقوميين الناصرين، حكمات اللي عدلت لنا احنا هون بنواكشو، استمرت 15 يوم من 10 مع الصباح لل 10 بالليل، وكانوا الحراطين مالين الشارع لابسين لباس ودايرين خرزهم ومعلقين كتبهم وجايبين طبولتهم وجابوا شاريتاتهم وجابوا معيزهم وجابوا حميرهم فرحا. تعرف هذا معناه شنو؟ معناه الانتصار. الانتصار حين تحول آلامك إلى أفراح، حين يسيء إليك الآخر فتحسن إليه، حين يؤلمك الآخر فتمسح دموعه، هذا هو الانتصار. ونحن انتصرنا، فينا اللي انتصرنا على آلامنا وانتصرنا مرة ثانية إلين حولنا آلامنا شعر أفراح، وانتصرنا مرة ثالثة إلين قدمنا التضحيات تلو التضحيات ولين دافعنا عن فكرنا وعن عقيدتنا وعن مبادئنا أمام المحاكم الموريتانية وحكمت ببراءة أفكارنا وبراءة. وبالتالي النضال فعلا آليات واستراتيجيات، ولكن ما اللي اللام إصرار نحن الخيار التخوين اللام إصراركم لا التخوين قاع طبيعة في موريتاني. الموريتاني كل حد عندهم خاين وعميل وجاسوس وكل حد جاسوس. شوف هذا ما عنده معنى. جاسوس على من؟ أنا أنت جاسوس علي شنو؟ وعميل لمن؟ هذا يبقى لا أحد في الأعوام. شفت إحنا وموريتانيا مشكلته عن فيها. شفت إحنا أذكر في المتاجرة بها أذكر زملائي راعي في ولاية هذا البعض يتهم به البعض. نعم شفت أنا الاتهامات. أنا مشهورة الحقائق. أنا نقول لك إني سبعة رديت عليه في فيسبوك. شوف أنا ما ندافع عن راسي لأنك ندافع عن راسك قاعد أنا درته في دائرة الاتهام. لا المهم على أن في الاجتماع إحنا خرصنا الشعب الموريتاني. أنا السعد الوليد نعرف جميع المسؤولين، نعرف جميع الضباط السامية، عندي أرقام تليفونات، نعرف تقريبا جميع الوزراء، ونعرف جميع الإداريين بحكم هذه التجربة الكبيرة اللي عشت في التنقلات. قالوا واحدين وهون واحدين شايفينها عليا يقولوا انت، قالوا انك ما تصبح ليلتين في بليده. ذاك زين سلمان الفارسي ما اصبح ليلتين في بليده. انا لاني ابحث عن الحقيقه، لاني ابحث عن الحل، لاني ابحث عن ذاتي، ابحث عن حقوق بني جلدتي الحل الضائعة. اليوم في نظرك ما تلف مش شغيرة. وبالتالي اسمح لي لان اعطيك المعلومه، اتحدى اي مسؤول يقولني قط جيته في بيروه والله في داره والله فصلوه وهذا بعد انا ما نقدر نعود لين هم يصنتون ندور قائم. عني يوميا نستقبل الاف حالات المظلومين. شفت باش تعرف عن نضال الحركه اللي نعتقد انه نضال قوي اللي الناس عاتني تظلمها الدوله تقيسنا احنا. شفت انا يجوني ناس شاكين من الحكام وحدين شاكين من الاولاد ضعفاء بهم اللي يعرفوا اني صادق ويعرفوا عن نضالنا صادق يجونا شاكين. انا يجوني وحدين مقلوعين ترابه، يجوني وحدين يدورون فيكتر، يجون واحدين يدوروا الطبيب يلقاهم اللي منهم نعرف من اي المسؤولين نعرفوا الرفد والتليفون نقول انه يتقي الله في رعيته، واللي منهم ما نعرف نعتذر لهم نقول لهم ضعف الطالب والمطلوب رحم الله من عرف قدره وجلس دونه. وبذيك المناسبه لا نوجه رسائلهم رساله الاولى لا نوجهها للقضاة ولا نذكرهم بقوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأن العدل أساس الملك. وعلى أنهم بالظلم وبالجور يدفع أبناء الوطن لبيع الضمير وبيع العقيدة وبيع الدين والتآمر الداخلي والخارجي، وبالتالي لا ينفذ أحكام الله. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية موجهة للمناضلين والمناضلات الأحرار الشرفاء والرفاق دربي من 12 ديسمبر 1983 اللي فيهم اللي هم أحياء حالا ينظرون، والرفاق في حركة الحر اللي انتسبت لها 1 يناير 2005 85، والرفاقي والمناضلين الشرفاء من حركة إيراء. يعني حركة إيراء فيها واحدين ما هم شرفاء وفيها انتهازيين وفيها نفعيين، فهم؟ وفيها استغلاليين كيف الدولة، فيها مفسدين وكيف العقيدة وكيف كل شيء ولأي حالة. لأن وجه لهم شرفاء على أن على العهد، لكن العهد الذي بيننا هو الصدق والوفاء
والاستمرار في النضال الحقيقي لا باسم القبيلة ولا باسم الجهة ولا باسم الفرد ولا باسم العائلة ولا لتمجيد الأفراد. هم جميل. الرسالة الثالثة موجهة للسلطات القائمة في موريتانيا وللحكماء في موريتانيا والدوائر في موريتانيا باسمي وباسم المستضعفين من أبناء العبيد والأحراطين والمهمشين والفقراء ويقاهم وباسم كل الشرفاء وباسم كل المؤسسات والأحزاب وباسم كل الخيرين من أبناء الشعب الموريتاني الذين طالبوا بإطلاق سراح الرئيس إبراهيم بلال رمضان والأخ الرئيس برام ولد داو العبيد مناشد السلطات مرة أخرى أن يطلقوا سراح رفيقية وأن يتقدموا إلى حوار مجتمعي اجتماعي يطرح القضايا الوطنية الاجتماعية بالتعاون مع شركائنا الوطنيين في الميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية الشعب الأحراطي في حركة الحر في تحالف الشعبي في إيراء في جميع الحركات والأحزاب المهتمة بحل هذه القضية. وهذه الدعوة توجهتها للمنبر وقلت هذه المرة أن نختاره وتعود في ابن عباس في جامع ابن عباس لأن احنا نختاره نعدل شين قالوا إعادة التأسيس موريتانيا قالية شفت هاي الأرض قالية شفت شعبنا احنا ذا زين مع ألمنا مع ظلمنا مع مرضنا مع غبننا مع تهميشنا ما نبيعوه ولا نبدلوه ولا نعروه غير ملي مالنا مش جاملين فيه ولانا لا نقولوا الواحدين كلام زين كانوا يقولوا لنا معتدلين ولانا لا نقولوا الاخرين كلام زين كانوا يقولوا لنا وطنيين ولانا لا نقولوا الواحدين كلام زين كان ينقال ها مبارك لقنا من لا لك ولمعز لا لك وذا لا لك وهو موجب وغيرها من الحركات الحقوقيه التي تصف المعتدلة في نظرك تقوم بالنفاق السياسي. انا ما نعرف انك فهم انا نقول لك حركه الحر الخالدي تقول لي النفاق السياسي انت شفت حد عاق انا نعقمي حركه الحر ما هي مدرستي اللي مرقت منها وما هي اللي علمتني الصمود هي اللي علمتني الصمود علمتني التضحيه علمتني الاستبسال قال كانت معدله ما فهموا البيضان حركه الحر كانت تقول لهم يا الناس وهاو نحلوا المشكله هو اللي قلت لك نجاو ليباري عدنا ندقوا بلي باري عدنا نكركروا الباب تكركر المتين ندوروا الآخر ينتبه شوف جميل. احنا اللي ندوروا حنوضحوا له احنا هذا تراجعون وكيفنا جميع التقدمية انا هذا في امريكا كنت ساكن مع جماعة من البيضاء رفاقي كانوا يقراوا معي هم اللي تلقاوا لي بيالي جماعة الزنوج اللي فهمت امرت هذه بيالي هي تبيع آلام الإحراطي تبيعهم تعدل اللجوء السياسي وتعدل التواقط وتعدل شيء من الامور ذاك وانا ما دورني نقرب منها وما الشاورة سائل هون قيادتي وقالوا فهمي ما وانا قاعد ما شفتهم انا ما شفت حد منهم انا كنت مع جماعة الديوان وكانوا محترمين رفاقي مناضلين يساريين وفهم كانوا اقطاعيين وفهم واحدين عبوديين كنت نقول لهم وكان يجي بيناتنا نقاشات شفت يا اخي احنا ما لنا فاصلين من رب ولنا هون سرطان احنا اللي ندوره بشكل واضح ان ترفع الوصاية عن الشعب الاحراطين يرفضوا البيضان والاحراطين والكوار ايديهم عن البيضان خاصة لها البولا ويفهموا ان ما نضد البيضان كيف قال الحرطاني كان يتكلم وبيلي قال لك اروه يكبر انت ما سمع ما قد سمعت كلام الاحراطين لك فهمتوا ويفهم حد ان تحرطين ما هو عيب شوف تحرطين ما هو عيب وتبيضين ما هو عيب وهالبولا ما هو عيب اللي عيب على دولة وتعود مشاكلها الداخلية لابد لها تمشي تتحاجج على أجانب في حلها اللي عيب أن نعود نعدل قوانين دوروا بها أخلاق الآخر وإحنا قادرين على أن نحل مشاكلنا هون أنا قايل على الإرادة السياسية الموريتانية إلين تدعي الحوار مجتمعي اجتماعي واقتصادي حتى نجي سياسي رأوا هم جماعة واحترم لهم رأيهم وأنا كنت معاهم في المنتدى بالمناسبة أنا من أعضاء المؤسسين في المنتدى وكنت معاهم في الجبهة يمكن أن عارضوا ذيك الساعة ويعرفوا ذاك كامل ها؟ يقولوا الأزمة السياسية بيدي دور وذا يفصل إلا على مقاسمهم كنت احنا أزمتنا ما هي سياسية
احنا ازمتنا اجتماعيه، ازمتنا في الحرمان في التهميش في الغبن، وهذه الازمه ما دامت موجوده احنا لا انت مرافعين. جميل، دعني اطرح عليك سؤال اخير لان الوقت بدا يداهمنا بالفعل. سؤال يطرحه الكثير من المتتبعين للشان الحقوقي تحديدا الحركات المناهضه للعبوديه، ما يتعلق بحركه تيرا. دائما نلاحظ بان غالبيه السواد الاعظم من الحركه من نشطاء الحركه من شريحه الشباب. لماذا لا نجد لا نجد خبرات كبيره في مجال النظام؟ واضح سمعت. هل لسهوله التقرير مثلا بالشباب؟ شوف انت دائما من اليوم اللي تطرح لي سؤال تقول لي حركه تيرا، وبغيت تقول لي عندي جمعيه من النقاش حركه تيرا. طبعا احنا نناقشوا العبود، تتناظر في العبود. انا اضرب لك مثال. لا شوف اسمعها مني والله، خذها مني برام. ليس القضيه والسعد ليس القضيه ومسعود ليس القضيه يا حركه تيرا، ما هي برام والسعد وابو بكر مسعود ليس حركه كبيره. لا تختزلها لي في شخص برام. شوف انت هو المختزل. اسمع، برام ليس القضيه وإيراء ليست الحراطه. بعضي المقوله من يعني برام ولد داو العبيد ليس القضيه وإيراء ليست الحراطين، وبالتالي افهم هذا الحراك نضالات الحراطين فيها ياسر من مثقفين ومفكرين. الحراطين ما هم قاع منتظمين، وفيها ياسر من مفكرين البيضان. احنا اهم كاتب كان عندنا هو السيد منير، وفيها ياسر من الشباب شباب البيضان انسحب عن إيراء، لم ينسحب عن الحراطين. الشباب اللي كانوا منهم الصحفي القدير اللي عندكم هو عبيد انسحب من إيراء لكن لم ينسحب من نضال الحراطين، وبالتالي اختزال قضية اختزال قضية الحراطين في إيراء أو في الحر أو في التحالف أو في نجدة عبيد هو نوع من التقزيم. نحن نقدم مشروع حضاري ينقذ شعب الحراطين العظيم ويأهله لأن يكون مجتمع كامل الأهلية يقبل مكانته الطبيعية في ذا المجتمع. هذا هو موقفنا وهذه هي رؤيتنا، وندور إن شاء الله نأكد لك على أن نحيي من هذا المنبر نضالات إيراء وثمين. لنعطيك كلمة أخيرة مناسبة نهاية الحلقة نعود نختم عليها، كلمة أخيرة لتوجهه. أيوة أنا في هذه الكلمة الأخيرة شاكرك أنت. شكرا جزيلا. أتمنى البرنامجك أتمنى البرنامجك النجاح. ومن خلالك لنوجه رسالة للصحافة الوطنية. راني فيت قلت لهم هون انهم الصحافة الحقيرة. لنوجه لهم رسالة منهم على ان الصحافة يلا تلعب دورها في عملية البناء والتطور والديمقراطية. وناصحهم على انهم يتموا يلوذوا الحقيقة ويتحروا الحقيقة ويتحروا الصدق، ذاك هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقايل لهم لعادوا ما هم فاهمين انهم سلطة مهمة في بناء الديمقراطية. ونتمنى على شبابنا وعلى قنواتنا وعلى صحفيين انهم يلعبوا دور مهم بنا. هاي اول نقطة. الثانية لاهي نوجه رسالة لجميع المناضلين والمناضلات في التيار الانعتاقي. منين نقول لك التيار الانعتاقي؟ معناها حركة تحرير وانعتاق الحراطين ومبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية وميثاق الحراطين والحركات الشابة على انهم يطمئنوا، لان نحن ما تبايعنا معاهم ولا شارينا ولا هم مخلصيننا على النضال. نقبلناه بارادتنا المطلقه ولا نواصله بارادتنا المطلقه ولن نساوم عليه ولن نصنع الاصنام ولن نمجد الافراد ولن نقبل بانتهازيه او المتاجره بقضيه الحراطين لا في الداخل ولا في الخارج. ونأكدوا الرسالة الثالثة نقول للسلطات الحاكمة وموريتانيا باسمي وباسم الآلاف من المفكرين والمثقفين اللي ينظرون لي حالا ويعرفوا اني ماني مفترع لهم، وباسم الحركات التقدمية والتحررية وباسم الحركات المعتقدة ان ما ديني دينا الحوار حقيقي جاد وبناء يقضي على داء العبودية وينصف شعب الحراطين ويعمل على بناء وحدة وطنية حقيقية قائمة على دولة المواطنة، على العدل، على الإنصاف، على تنمية الإنسان، بناء الفرد، تنمية المؤسسات، الدولة، وبناء دولة حقيقية قابلة للبقاء.
وجهه من هذا المنبر أيضا تحية تقدير لكل من تفهم ولكل من احترم ولكل من قدر، وأقول أننا على الدرب سائر، وأن الوطن يجمعنا، وأننا لن نساوي على وحدة هذا الشعب والترابية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. شكرا جزيلا. لم يبقى لي أيضا إلا أن أتوجه بجزيل الشكر إلى الضيف دكتور سعد والوليد، شكرا جزيلا على قبول الدعوة، شكرا أيضا على طبعا احترامكم وتقديركم للصحافة الموريتانية وللرسالة الإعلامية التي تؤديها. الشكر موصول أيضا للفريق الفني الذي رافقني في هذه الحلقة على الإخراج راسين ون، على صوت المهندس علي الشيخ، وشكر أيضا للمشاهدين الأعزاء على حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة من برنامج الرأي العام في قضية جديدة وضيف جديد، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله.